كلامنا كلام في المضمون، كلامنا كلام. بنرحب بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، وجي ميعادنا دلوقتي مع فقره الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله. ولكن الفتره الاخيره دي ظهر بعض اعداء الاسلام اللي بيسيئوا للاسلام ويسيئوا لرسول الانسانيه ورسول الرحمه. احنا النهارده معانا عالم من علماء الازهر، هنعرف منه ازاي انا كمسلم ارد على الاساءه دي، وهل ارد الاساءه بالاساءه، وايه هي تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، او ايه ملخص رساله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس في البدايه بنحب نرحب بشيخنا استاذ اشرف عبد الجواد من علماء الازهر، منورنا النهارده. بس في ناس كده بتقول ان السخريه، والسخريه عامه على الاديان بصفه عامه، حريه في الراي والتعبير. عايزين حضرتك بقى تقول لنا يعني ايه حريه في الراي والتعبير، ان انا اسخر كل شويه من حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض محمد وفي السماء أحمد، وعند الإله مقرب محمود. أنا المحب، أنا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول، ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. كل عام وحضراتكم بخير، بمناسبة ميلاد سيد البشر صلى الله وسلم وبارك عليه. الإساءة إلى الأشخاص حرمها الإسلام، والسخرية الأشخاص بشكل عام. نعم الأشخاص، ما بالك بقى. نعم، ما ده اللي أنا عايز أقوله. إذا كانت الإساءة إلى الأشخاص حرمها الإسلام، فما بالنا لأعظم وأطهر وأشرف وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ده في حق البشر العاديين. هل المسلم بس ولا غير المسلم؟ كله بصفة عامة. أصل شوف حضرتك، إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت جنازة، فقام فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ فالنفس الإنسان بصورة أو بصفة عامة، أيا كان لونه، وأيا كانت ديانته، وأيا كان يعني، حتى لو ملحد يعني ما بيؤمنش بإله. شوف حضرتك، هو يعني دينه يحاسبه عليه الله عز وجل، لا إكراه في الدين. قد لكم دينكم ولا دين. بالضبط. تعرف حضرتك، لا إكراه في الدين ديت، واحد من الصحابة كان يعني دخل في الإسلام، وكان معاه اتنين شباب أولاده، عرض عليهم الإسلام، رفضوا، واعتنق النصرانية. في تجار زيت كانوا جايين، فاعتنقوا النصرانية وهموا أن يذهبوا معهم إلى الشام، فأرسل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أفلا أستكرههما، يعني أرجحهم بالعافية وأجبرهم؟ فنزل قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. الله. خدت بال حضرتك؟ فاحتقار والسخرية من الإنسان أيا كان هذا لا يليق، وهذا محرم يليق عندنا في شرعاً. الإسلام حرام شرعاً. لا يليق وحرام شرعاً. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الإساءة بقى للأديان والمقدسات تحت مسمى حرية التعبير. لا، هذه ليست حرية تعبير. اللي زي ما بيقولوا انتوا يعني بتكيلوا بمكيالين، منين حرية التعبير؟ ولما حد يعني يعرض اي شيء ونيجي نقول الكلام ده يعني في الاسلام او كذا او كذا، تقولوا دي حرية؟ لا، يبقى يا اما حرية التعبير ديت على خط سواء في الاعتداء على الاديان او غير ذلك، يا اما خلاص بقى تمام.
آمن الرسول، الله عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أولاد علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. كأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا أن جميع الأنبياء أصلهم واحد، إنما الأم المختلفة، كأني راجل اتجوز أكتر من واحدة وخلف من كل إيه؟ من كل واحدة، فأولاده كلهم ينتمون مين؟ إليه. هكذا الأنبياء، أو هكذا سلالة الأنبياء. طب هل أنا كمسلم لازم أؤمن بكل الأنبياء؟ نعم. ولا أؤمن بسلسلة؟ لا لا لا، كل الأنبياء إحنا سيدنا موسى، كل الأنبياء أمرنا الله عز وجل بالإيمان بهم، وجميع الأنبياء جاءوا برسالة الإسلام، وهي الخضوع والاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل. لكن الشرائع مختلفة، الشرائع إيه؟ مختلفة. الإساءة أولا، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من شمائله، وكان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الإساءة بالإساءة. الله. لا يرد الإساءة بالإساءة، رحمة للعالمين، من مكارم الأخلاق. طبعا طبعا، وحضرة النبي تفوق وفاق فوق الأخلاق صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص سئل عن، وكان ممن يقرؤون في الكتب أهل الكتاب، تمام، سئل عن بعض صفة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية الأخرى، فقال أجل إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب أو صخاب في الأسواق، يعني يعمل ضجيج ويعلي صوته في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول جميعا لا إله إلا الله. والسيدة عائشة تمدح خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله فقط. يا ما حضرة النبي تعرض لإهانات وإساءات وتطاول، وفي أكثر من أنه يتهم بالسحر والدجل والشعوذة والكهانة إلى غير ذلك، ويتهم يعني في أشياء كثيرة جدا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يرد الإساءة بالإساءة، لأنه يعني تعلمنا منه القرآن قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كنت عايزة أسأل حضرتك، عشان في بعض الناس بيقولوا إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، عايزين نرد على الكلمة دي. والله حقيقة يعني أنا يعني عفوا، هو إيه البدعة؟ البدعة إيه؟ البدعة حضرتك شيء يضر بالدين، تمام، يضر بالدين، ولم يرد به نص ولو قياسا. هنقعد احنا بقالنا كام سنة وسنين عمالة كل ما يجي مناسبة مولد حضرة النبي نقعد نتكلم الحلوة حلال ولا حرام، لا مش حلال، الاحتفال بدعة ولا مش يعني طيب، صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قالوا له بتصوم يوم الاثنين ليه؟ شمعنا يوم الاثنين ما عندك السبت والحد؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، فيعني من باب شكر نعمة الله عز وجل على نعمة إيجاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الايه؟ الاثنين. يوم ايه؟ الاثنين. طيب، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لقي اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، فقال ما ذاك اليوم؟ قالوا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى. سيدنا موسى. فيقول ايه حضرة النبي؟ قال لهم لا ما تصوموهوش عشان ده موسى والموضوع مش تبعنا وما يخصناش، لا قال نحن اولى، شوف التعبير، الله، نحن اولى بموسى منهم، وصام هو امر بصيامه
صلى الله ما لو كان الموضوع فيه مخالفة كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا قفوا ما ينفعش. طيب لا ده في حاجة تاني كمان، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات كان رايح للغزوة، فواحدة ست جات له قالت له يا رسول الله إني نذرت ندر، والندر واجب الوفاء تمام، إني نذرت لله عز وجل إن ردك الله سالما لأضربن فوق رأسك بالدف ولا أغنين تمام. حضرة النبي قال لها نذرتي؟ قالت نعم. قال فافعلي. معقولة؟ يا رأي حضرتك بقى إذا كان فرحت فرحت ونظرت لله عز وجل إن رد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما من الغزوة أن تضرب فوق رأسه بالدف وتقول إيه بعض الأشعار، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ذلك. طيب إحنا في الهجرة، في الهجرة كلنا بنحفظ أولادنا نشيد إيه ها؟ طلع البدر عليك. الله يفتح عليك. طيب يعني استقبلوا حضرة النبي، يعني فرحة استقبالهم وفرحة يعني دخول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحة استقبالهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا بالدف وغنوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. لو كان برضو الاحتفال، ما ده كده احتفال، مش انا لما حضرتك تبقى جاي لي ويعني واستقبلك كده وقفلك على بره على اول الشارع واستقبلك كده على الباب، مش كل ده حفاوه في الاستقبال طبعا، وكل طبعا ده حسن ضيافه وحسن استقبال. فكذلك عشان نعم الناس بس ما تتوهش نعم مننا نعم. يبقى الاحتفال بالمولد النبوي نقول محبب مثلا، والله شوف هو من 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 علامات محبه لسيدنا رسول الله، حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى ثلاث صفات لو الواحد وجد فيه هذه الصفات استشعر وذاق طعم وحلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وسيدنا عمر، وسيدنا عمر رضي الله عنه وهو من هو، لما قال لحضرة النبي في مرة إني بحبك يا رسول الله بس مش أكتر من نفسي، حضرة النبي قال له لا كده الموضوع كده مش مظبوط، إيمان مش كامل، أيوة إيمانك كده. فقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسيدنا عمر قال له الآن يا رسول الله، فحضرة النبي قال له الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك. فيعني يجدر بنا أن نغار على رسول الله وأن يعني ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نقف هنا بقى عند نعم ندافع عن رسول الله. هل الرد اللي خده فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب أن هم قرروا يعملوا منصة على مواقع التواصل نعم لتعريف بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل الرد ده كفاية ولا في حاجة تانية ممكن نقدر نعملها؟ شوف حضرتك الله عز وجل قال لرسوله إنا كفيناك المستهزئين، وربنا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكثير من الكتاب المستشرقين وغير المسلمين كتبوا كلمات منصفة وألفوا كتب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد العدا بفضله والفضل ما شهدت به الأعداء. لكن للأسف حقدا وحسدا بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفزازا للمسلمين من حين لآخر، يعني يحاولون إثارة البلبلة والجدل بين الناس، مرة رسومات مرة كلام مرة مش عارف إيه تمام. فنحن أحوج ما يكون إلى أن ننشر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف المجتمعات بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هدي رسول الله، وكيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما هي بقى وصايا الكلمات، ما هي نعم وصايا الرسول في التعامل مع غير المسلمين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان في كل صباح يخرج من بيته يلاقي يعني أعزكم الله قاذورات وزبالة وقمامة أمام بيته،
فيروح حضرة النبي يلمهم كده ويركنهم على جنب ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ دي أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم ما كانش لما بيسب ولا يلعن خالص ولا لا يضرب ولا التعامل يتكلم. بالحسن. إنما بعثت، ده حضرة النبي قال كده، صلى الله إنما عليه وسلم بعثت رحمة، إنما بعثت لا رحمة، ووصف حضرة النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم ما كان لا ما كان سبابا ولا لعانا، ما بعثت سبابا ولا لعانا أبدا. حضرة النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم يعني كان عف اللسان، ده ما كانش يقول لحد كلمة لا، يعني كان لا يرد سائلا أبدا. وده في مرة من المرات يعني يصف الصحابة واحدة من السيدات في عقلها خبل، يعني انت عارف حضرتك يعني مش متزنة عقليا، نقدر نقول مجنونة مثلا، او يعني مش متزنة عقليا، تمام. جاءت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه شوف وسلم حضرتك يقول لها يا ام فلان، مش قال لها انت ما مجنونة، لا يا ام فلان، قالت له يعني انا عايزاك في مصلحة او في طلب او، فقال يا ام فلان انظري اي السكك شئت اذهب معك لاقضي لك حاجتك، وراح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقف معاها وتكلم معاها وقضى لها حاجتها. ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي أخلاق حضرة النبي. في رحلته إلى الطائف لما يعني ضربوه بالحجارة حتى دمت قدماه، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا بل أسأل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو من يعبد الله عز وجل. مواقف كثيرة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين عموما، سواء كانوا كفار أو سواء كانوا من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، مواقف كثيرة جدا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت كرم أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو وسمو أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فضلت الإمام، بمناسبة خروج الأجيال وكده، ازاي احنا بقى نخرج جيل واعي ملم بتعاليم دينه وملم بسيرة سيدنا رسول الله؟ ازاي نخرج جيل؟ هو دور المدرسة ولا دور البيت ولا دور مين بالظبط؟ لا الدور حضرتك كله مشترك، تمام، الدور كله مشترك. يعني عشان عفوا احمل المدرسة العبء لوحدها لا يبقى حرام، عشان احمل البيت العبء لوحده يبقى حرام، لان كلنا مكملين أصلك لبعض. معلش حاليا في الفترة الحالية حصص الدين تقريبا يعني مش بتركز عليها كما ينبغي، فيعني دور المدرسة أرجوكي ما تنكشنيش في الموضوع دوت، لأن أنا اشتغلت حرفيا في مدارس لا الأجيال صعبة حقيقة، يعني احنا حابين نوجه رسالة من هنا لا انه نركز شوية، محتاجين البيوت نفسيها، لأن برضو البيت هو البذرة الأساسية. لا بس البيت كان هو البذرة الأساسية، صح، البيت والمدرسة هو البذرة برضك عليها الأساسية. عامل ماشي، ما هو حضرتك المدرسة عليها عامل، بس كله بيساعد بعضه، بيكمل بعضه، صح، بالظبط. ليه؟ ما هو معلش انا اسف، ما ممكن انا في البيت الامر كذا كذا كذا، ونعود الاولاد على يعني اشياء معينه، يخرج للشارع الدنيا تبقى بايظه، يروح المدرسه الدنيا واخده بال حضرتك، برضو كذلك المدرسه لا الامر كذا كذا، يروح البيت مثلا، فالحاجات دي يعني شفناها كتير جدا في الواقع وفي المجتمع، فلازم كل واحد دوره يكمله على اكمل وجه، وكلنا نمسك سيره حضره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدرنا لو قدرنا كل يوم حديث من أحاديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، تبقى بركة وفيها يعني تعاليم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد النهاردة الأجيال اللي طالعة يعني للأسف السوشيال ميديا والميديا وكذا، فتبص تلاقي يعني الشباب بعد للأسف الشديد، يعني فيديوهات موجودة على اليوتيوب، سورة الإخلاص مش عارف، القرآن كم جزء مش عارف، خليفة حضرة النبي الأول سيدنا أبو بكر مش عارف. ما هو ده السبب الرئيسي في حضرتك إن حصص الدين بتتاخد وبتحط مكانها مثلا رياضة عشان المنهج ما كملش، فلازم أكمل والله الرياضة. والله هو يعني والله في برضه صدقيني في مدارس برضه مهتمة، وفي مدارس حاطة حصص قرآن، وفي مدارس حاطة حصص أخلاق وكذا وكذا، لكن زي ما قلت لحضرتك مهم جدا ان كل واحد يكمل دوره او يقوم بدوره على اكمل وجه، ومهم جدا كله يتشارك، الدولة والأسرة كله والمدرسة كلنا نتشارك عشان نقدر نخرج جيل واعي، جيل مثقف. نشكر حضرتك جدا فضيلة الإمام الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر، نشكر حضرتك لكم سيدي، كل سنة وحضرتك طيب. وقت حلقتنا مع الأسف الشديد خلص، لكن بنقول لكم استنونا كل خميس من كل أسبوع قبل ساعة مع تلوقتي،
وهيكون معاكم مروه عبد الهادي وعدلي استاذ محمد عدلي عفوا محمد عدلي. استنونا كمان في الاعاده ومستنيين كل ارائكم واقتراحاتكم على صفحه البرنامج، وحابين نتكلم في مواضيع ايه تاني تهمكم. شكرا والى اللقاء. قبل ما نختم يا جماعه كنت حابب بس اوجه رساله لكل اعداء الاسلام، ارجوك قبل ما تشتم حد او تسيء اليه اعرف مين هو الاول، ايه هو سيرته، ايه هو تعاملاته، ازاي كان بيتعامل. هو رسول الانسانيه، هو رسول الرحمه، هو رسول كل الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، لكل الناس، للانسان والحيوان وللطائر وللجماد، لكل الناس. فما تنسوش الصلاه على سيدنا رسول الله. بنشكركم وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. كلامنا كلام في المضمون، هنقول الحق ده مهما يكون. كلامنا كلام في المضمون، هنقول الحق ده مهما يكون. هنتكلم